السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الطريقة الصحيحة لكتابة العناوين، عناوين اليوتيوب، عناوين المقالات، عناوين أي حاجة، لكن أنا النهاردة جاي أتكلم عن عناوين اليوتيوب بالتحديد. هقولك النهاردة على الطريقة الصحيحة والمظبوطة جدا واللي ما تخرش المية بمعنى الكلمة، لإزاي تقدر تكتب عنوان لفيديوهاتك على اليوتيوب مستهدف بشكل صحيح وتقدر تجيب بترافيك بشكل صحيح، زائد كلمات مفتاحيه كويسه زائد وصف هيجيب معاك ترافيك وهتعدي الحاجز 10,000 مشاهده مثلا، او اي مشكله من المشاكل اللي بتقابلك في اليوتيوب في البدايات. انت هتبقى ممتازه جدا لو قدرت تتعلم ازاي تستهدف صح. واول حاجه في الاستهداف هي العنوان. عشان ما نطولش خلينا نبدا في اول حاجه، اختيار الفئه المستهدفه. ايه هي الفئه المستهدفه اللي انت هتشتغل عليها؟ انا مثلا بتكلم في التقنيه، فانا هتكلم عن الفئه اللي بتدور على التقنيه. محتوايا الخاص ربح الانترنت، فانا هتكلم عن الناس اللي بتتكلم في ربح الانترنت، وهشرح حاجات لها علاقه بالناس اللي بتبحث عن ربح الانترنت. تمام، هي دي الفئه المستهدفه بتاعتي. انت دور على الفئه المستهدفه بتاعتك، بتتكلم في السيارات، بتتكلم في الطبخ، بتتكلم في اي حاجه، دور على الفئه المستهدفه بتاعتك. تمام، وهنتعلم ازاي نجيب كلمه مفتاحيه صحيحه، والكلمه المفتاحيه اللي احنا هنشتغل عليها في فيديوهاتنا هنتعلم ازاي نعمل ده. يبقى اول خطوه انت لازم تختار الفئه المستهدفه بتاعتك اللي انت نشر لهم الفيديو. يعني انت بتعمل الفيديو ده نشره لمين؟ مين اللي انت عايزه يتفرج على الفيديو؟ لان اللي انت نشره او اللي انت الفئه اللي انت مستهدفها دي هي الفئه اللي هتعمل سبسكرايب، هي الفئه اللي هتعمل لايك. ليه؟ لان انت نشر لهم الفيديو هم استفادوا. تمام، اما الفيديو بتاعك لو بتتكلم عن التقنيه ونشرت فيديو في محتوى الطبخ مثلا ووصل للناس بتوع طبخ، فيخشوا على الفيديو بتاعك هيعمل لك ديسلايك لان انت حاطط كلمات مفتاحيه واستهدفت طبخ، هم اصلا مش محتاجين الطبخ، مش محتاجين الفيديو بتاع التقنيه ده في الطبخ. تمام، مفهوم الكلام اللي بقوله؟ اختار الفئه المستهدفه صح عشان تقدر تجيب مشاهدات صح. خلينا على طول نخش في تاني نقطه، وهي برده بسيطه جدا، ازاي تختار الكلمه المفتاحيه اللي انت هتشتغل عليها. في يا جماعه محتوى شائع، المحتوى مثلا الشائع بتاعنا اللي انا سميتها سبايك، المحتوى الشائع بتاعي هو الربح الانترنت. انا دلوقتي بتكلم في الربح الانترنت، انت مثلا بتتكلم في السيارات، انت بتتكلم في اي محتوى، في الضحك، في الطبخ، في اي حاجه. انا دلوقتي الكلمه المفتاحيه بتاعتي هختارها ازاي؟ هجيبها ازاي؟ هعرف ايه الاقوى من الكلمات المفتاحيه؟ ما انا مثلا بتكلم في ربح الانترنت، في كلمه مفتاحيه اسمها ربح الانترنت، في كلمه اسمها اربح من الانترنت، في كلمه اسمها طريقه ربح الانترنت، في كلمه الحصول على مال من النت، في 100 كلمه مفتاحيه عن الربح من الانترنت. اختار الكلمه ازاي؟ عن طريق الاداه اللي انا شرحتها في الفيديو اللي قبل اللي فات تقريبا بتاع مشكلتي مع ماتريكس 219. لازم تخش تشوف الفيديو ده وتشوف الاداه دي لانها اداه حلوه جدا، هتقوي قناتك على اليوتيوب وهتظبطها، هتبقى كويسه جدا ان شاء الله. فهتخش على اداه التاج اكسلور، وقعدت بتاع 5 دقائق اشرح الاداه دي. هتخش على الاداه دي وهتدور على الكلمه المفتاحيه اللي بتاعتك، هيديك الكلمه المفتاحيه وهيقول لك احصائياتها. هتشوف مثلا الكلمه دي، مثلا كلمه الربح الانترنت البحث عليها 50، وهتلاقي مثلا المنافسه بتاعتها 2. تمام، فتشتغل على الكلمه دي لان المنافسه بتاعتها قليله والبحث عليها كتير. لازم تختار في الحركه دي، وهتلاقي برضو السكور الكلي بتاعها مثلا قول 80 من 100، فده كويس جدا. دورت على كلمه تانية لقيت احسن منها، لقيت مثلا كلمه اربح من الانترنت ان البحث بتاعها 90 والمنافسه بتاعتها 1، يعني مفيش اي حد بينافس اصلا والبحث بتاعها 90، ناس كتير بتدور عليها، ف والسكور الكلي بتاعها 95، فعلى طول هاخد كلمه اربح من الانترنت هشتغل عليها. ازاي بقى نقدر نشتغل عليها؟ في اي فيديو له علاقه بربح الانترنت هتقوم على طول متكلم عن الكلمه دي. يعني مثلا تسمي الفيديو زي ما انا سميت فيديو قبل كده، مثلا اربح من الانترنت $5، بدل ما تكتب الربح من الانترنت $5 او موقع يربحك من الانترنت $5، لا اتكلم عن الكلمه اللي الناس تبحث عنها. لو حطيتها في اول عنوان ده بيبقى حاجه كويسه جدا ليك، بيفيدك اكتر بكتير لما تحط الكلمه المفتاحيه اللي انت استهدفتها واللي انت حددتها في اول العنوان. وطبعا هحطها في اول الكلمات المفتاحيه، ولكن ده هنسيبها في حلقه خاصه بيها، حلقات الكلمات المفتاحيه والوصف، هنحطهم الاثنين في حلقه واحده ان شاء الله. يبقى كده تاني حاجه عملناها معانا هي اختيار الكلمة المفتاحية المستهدفة اللي انت هتتكلم عليها، واللي هي بتستهدف ان الفئة المستهدفة اللي انت عايز تستهدفها. تمام، اتمنى يكون الكلام واضح ومفهوم ومفيش اي مشاكل. طول العنوان ما بيفرقش في اي حاجة نهائيا. تمام، يعني مثلا عنوان زي اللي انت شايفه قدامك ده، تم استهداف الكلمة المفتاحية اللي هو عايزها في العنوان، زي سي بي ام وسي بي سي، زي فيديو الماتريكس 219، تم استهداف الكلمه المفتاحيه اللي هو عايزها. بس هو كان مش محتاج اكتر من كده في الفيديو، في العنوان مش محتاج اكتر من كده. فيديو زي ده هو برده استهدف الكلمه المفتاحيه اللي هو عايزها، مع ان ده عنوان طويل وده عنوان قصير، ولكن برده هو استهدف الكلمه المفتاحيه اللي هو عايزها، فعادي جدا. فعايز يبقى عندك عنوان طويل زي ده، عنوان عادي زي ده، ولا عنوان قصير زي ده، الثلاثه هيبقوا كويسين جدا معاك ومش هيفرقوا معاك في اي حاجه. المهم انك تحط فيه الكلمه المفتاحيه اللي انت استهدفتها بناء على الفئه المستهدفه اللي انت استهدفتها. كده النقط اللي انا حطيتها ورا بعض، النقط لها علاقه ببعض وعلاقه قريبه جدا ببعض. تمام،
فكروا صح عشان تقدروا تستهدفوا صح. ركزوا قوي في النقط دي. رابع حاجة عدم التكرار، انت لازم ما تكررش عنوان اي حد، ده ضروري جدا. ده بسبب ان الناس فكرها بتغير، طريقة بحث الناس برضو بتتغير. انت مثلا لو كتبت مثلا اربح من الانترنت، مش كل الناس بتكتب اربح من الانترنت، في ناس برضو بتكتب الربح من الانترنت. اه الفيديو بتاعك مش هيظهر، لكن بعد كده الناس دي هتبدأ تفهم وهتفكر وهتكتب اربح من الانترنت، لان هما هيدوروا على الناس اللي بتكتب اربح من الانترنت اللي هما احنا. تمام، الناس برضو فكرها بيتغير زي ما انت كمان فكرك بيتغير. انت بتجدد وبتكتب كلمات مفتاحيه صح وبتستهدف وبتطلع الاول في نتيجه البحث، حتى لو نتيجه البحث دي محدش بيدور عليها في الوقت الحالي، لكن برضو مصيرك هيجي لك الناس اللي هتدور على الكلمه دي، ومصيرك هيجي لك الناس اللي هتشوف الفيديو بتاعك. تاني مره كده النقطه دي عشان حاسس في ناس ما فهمتش. لو دلوقتي انا عملت عنوان غريب، طبعا مش اي كلام، لا عنوان غريب بعنوان محدش بيبحث عنه، فكر الناس دلوقتي مثلا ساي بنتكلم في الربح الانترنت، فانا كتبت عنوان مثلا خمس طرق للربح الانترنت او طرق الربح الانترنت، دي الكلمه اللي انا استهدفتها. تمام، الناس ما بحثتش عن الكلمه دي خالص، ما بيبحثش عن الكلمه دي، الناس بتبحث مثلا عن كلمه اربح من الانترنت او عن كلمه الربح من الانترنت. تمام، او ازاي اربح من الانترنت، اي كلام بقى عامي او اي حاجه، فاي كلام. الناس مش هيلاقوا الفيديو بتاعي، لكن برضو الناس هتبدا تشوف فيديوهات اربح من الانترنت او الربح من الانترنت، فكرها بيتغير، الناس بتكبر والناس فكرها بيتغير، فهيبداوا يفهموا وهيدوروا على كلمه طرق الربح على الانترنت مثلا، وهيلاقوا الفيديو بتاعي وهيلاقوني انا، ساعتها هبقى انا المتصدر وهبقى انا اول واحد يشوف الفيديو بتاعه. تمام، هي دي الفكره بتاعت عدم تكرار العنوان، ان انت تبقى انت المتصدر في كلمه مفتاحيه وحتى لو الكلمه دي مش معروفه. وده برضو الهدف من الاداه اللي انا كنت اتكلمت عليها، وانها بتقول لك المنافسه بتاعتك، يعني بتقول لك المنافسه، هل الناس بتدور على الكلمه دي، وهل في ناس بيكتبوا الكلمه دي في اليوتيوب، يعني في ناس كاتبين الكلمه دي ككلمه مفتاحيه اساسيه وفي العنوان وكده، بيقول لك الكومبيتيشن بتاعها المنافسه. تمام، اول ما تلاقي المنافسه قليله فعلى طول استخدم الكلمه المفتاحيه دي، حتى لو البحث عليها مش كتير قوي، بس برضو لازم تستخدم الكلمه المفتاحيه للمنافسه بتاعتها قليله. تمام، بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون استفدتوا من الفيديو. اعتقد انت استفدت من الفيديو، لو ركزت في الفيديو ده نقطه بنقطه وعدته كذا مره وفهمت كل كلمه انا عايز اقولها وكل معلومه انا عايز اقولها، اضمن لك 100% هتكتب عنوان صح 100% في الفيديو. وعلى فكره العنوان اللي انت هتكتبه ده غير مشكله غير ملائم للمعنيين، دي مش تبقى موجوده، وحاجات كتيره جدا مش تبقى موجوده. استنى حلقه الكلمات المفتاحيه وحلقه الوصف عشان تنتهي خالص من مشكله غير ملائم للمعنيين، لانها المشكله بتاعتها هي الكلمات المفتاحيه والوصف والعنوان. بس كده، اتمنى كل الفيديو عجبكم، يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، لان اللايك ده بيسعد جدا. ولو عايز تشوف الحلقات الجايه، حلقات الكلمات المفتاحيه، حلقات الوصف، اعمل سبسكرايب للقناه، وما تنساش تعمل شير للفيديو. شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، سلام.